الأرثوذكسية في باب الخليل في القدس المحتلة لا تزال تحت وطأة التهديد الإسرائيلي بالإخلاء رغم قرار قضائي جديد يلغي المصادقة على ملكية المستوطنين لها. الآن ينضم إلينا من الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية العليا الأستاذ حنا عيسى. مساء الخير أستاذ حنا. يعني هذه العقارات الأرثوذكسية من جديد، هذه القضية تعود إلى الواجهة، ما هي التهديدات التي تمارس وكيف يمكن إنقاذ هذه الأملاك وهذه المقدسات أيضا التي يمكن القول عنها إن كانت إسلاميا أو مسيحيا؟ يعني واضح بأن قرار المحكمة المركزية إعادة النظر مجددا إلى الواجهة يؤكد بأن هناك عملية تزوير، وبالتالي ما جرى في باب الخليل من شراء لفندقي البيترا وإمبريال بالإضافة للشقة المعظمية في باب حطة من قبل المحاسب العام آنذاك وهو يوناني متجوز ليهودية فابانيوس اسمه، وكان واسطته الملحق العسكري اليوناني في السفارة اليونانية في تل أبيب لأن يكون محاسبا على زمن البطريرك السابق إيرينيوس. قام هذا الرجل مع المستوطنات الصهيونية مع المستوطنين ذاك جمعية عطريد كوهيم ببيع هذين الفندقين، في البداية تأجير ومن ثم بيع، وبالتالي هذا غير قانوني وغير شرعي لأن هذا وقف إسلام وقف مسيحي خالص، وبالتالي ما قام به بكل تأكيد تزوير للحقائق. المحكمة العليا الإسرائيلية كان قرارها قطعي، وبالتالي اعتبرت بأن هذا البيع كان على ما يرام، لكن واضح في هناك تأثيرات خارجية وداخلية. أولا رئيس محمود عباس بعث ب 15 رسالة لرؤساء وملوك خارجيين، بالإضافة إلى أن الملك عبد الله الثاني كان له تأثير من خلال الوصاية الأردنية، لكن واضح كان تأثير كبير من الرئيس بوتين الذي يعني تدخل واضح تدخلا مباشرا إن هذا البيع غير قانوني وهو يسيطر على البلدة القديمة، وبالتالي هذا سيكون يلحق الضرر بإسرائيل على المستوى الدولي كواجهة، ناهيك على أن لو تم البيع ستكون هناك بركة للدم ما بين المقدسيين والمحتلين، وبالتالي إسرائيل تخوفت على ذلك، ولأول مرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي أن يتم اتخاذ قرار قطعي في المحكمة العليا ويتم التنازل عنه إلى المحكمة المركزية مجددا. ما الذي يعني ذلك؟ يعني ذلك بأن كل الاستيلاءات التي تقوم عليها إسرائيل هي واهية وهي غير قانونية وتدليسية ومزورة، وبالتالي يجب إعادة الأملاك إن كانت كما أشرت يا أختي وقفية إسلامية أو وقفية مسيحية لأصحابها، لأن الوقف لا يجوز المساس به حسب الاستاتيكو العثماني الذي صدر في 2/8/1852 والوضع القانوني القائم يقول في ذلك، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني اتفاقية لايل لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. هذه وثائق ناهيك على أن ميثاق روما يعتبر ذلك من قبيل جرائم الحرب استنادا لنص المادة الثامنة الفقرة باء لسنة 1998. المستوطنون لم يردوا على الشكوى التي تقدمت فيها يعني تحديدا البطريركية الأرثوذكسية، وما أهمية الحراك الداخلي؟ لأنه نحن نعلم يعني في 6 أغسطس الماضي تم تقديم هذه الدعوة أستاذ حنا، حتى الحراك يعني ما يسمى بالحراك الوطني الأرثوذكسية فضح حيثيات كل هذا التداول الذي جرى منذ بداية التسعينات، كيف يمكن أن يؤثر على هذه القرارات القضائية؟ بكل تأثير يجب أن يؤثر لأن البطريركية بغض النظر يعني نتوافق لا نتوافق، لكن في نهاية المطاف هي قدمت شكوى من خلال محاميها، والقاضية صحيح. الإسرائيلية قالت حرفيا في نص قرارها على محامي جمعية عطاريد كوهنيم أن يدفع 50,000 شاقل بدل أتعاب محاماة، وهو تحجج المحامي بأن والده مريض ولم يستطع الحضور إلى المحكمة، رغما عن ذلك المحكمة حكمت. لكن في نهاية المطاف أنا أقول بأن لا يؤتمن إلى جانب القضاء الإسرائيلي، ممكن تغيير الظروف أو في أي لحظة ما يتم الاستيلاء على هذه الأملاك، لكن هذه الأملاك لن يتم على الاستيلاء عليها ما دام هناك مقدسي واحد في مدينة القدس لن يسمح بذلك على الإطلاق. ما دور البطريرك ثيوفيليوس ونحن نقدم أيضا على أعياد المجيد عيد الميلاد المجيد، هل ستسمحون له بالمشاركة بهذه الأعياد وما هو دوره الأساسي؟ لأنه دائما أصابع الاتهام تتوجه له. بكل تأكيد يعني الآن عندما تقولين بأن هناك قرار من المحكمة المركزية يقول بأن هناك تدليس وتزوير للوثائق،
هذه نقطة إيجابية بالنسبة لنا كأرثوذكسيين، لأن هدفنا الأساس الحفاظ على أملاكنا، وبالتالي على البطريرك أن يأخذ الحيطة والحذر من المواطنين الفلسطينيين بأننا لا نسمح لا بتأجير ولا باستئجار ولا ببيع ولا إلى آخره من أملاكنا الوقفية الأرثوذكسية. وهذا موقف القيادة الرسمية لنا في منظمة التحرير برئاسة الرئيس أبو مازن وباقي كل أعضاء الطائفة الأرثوذكسية والمسيحيين بدون استثناء. وبالتالي نحن موقفنا واضح حتى هذه اللحظة، ما دام هناك يرفع شكوى وهناك يبعث محاميين من أجل الدفاع عن ذلك فنحن لن نقول هذا عيب، بالعكس هذا شيء صحيح. لكن بالنسبة للآيات حتى هذه اللحظة يجب أن تجتمع المؤسسات الأرثوذكسية، وهذا قرار مركزي يتخذ في أعلى المستويات حتى هذه اللحظة. يعني الأستاذ ألف صباغ حتى ذهب أنه في بعض اللجان المدعومة من البطريرك ثيفوليوس تذهب إلى شراء بعض الفرق الكشفية التي ستشارك بأعياد الميلاد، وهذا أكبر دليل على محاولة يعني الاستفادة من أي تفصيل صغير بهذه القضية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حنا عيسى، كنت معنا من حريصة الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية العليا.